اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد. اتمنى تكونوا في احسن واطيب الاحوال. هذا الفيديو جاني فكره انه يكون تتمه للفيديو السابق اللي رسمت فيه طير والمفتاح، وبغيت يكون نوع من سلسله او قصه قصيره على شكل لوحات صغيره. ففي هذا الفيديو غادي تشوفوا معايا مراحل رسم هذه اللوحه واللي فيها القفص وعصفور، انتظار اللوحة الثالثة إن شاء الله. وطبعا على أساس أننا نبقى دائما في نفس الستيل السابق واللي هو المزج ما بين الرسم وما بين الزخرفة. اختاريت من الورشة عندي هذا القفص اللي أصلا كيف ما كتعرفوا كاينين بزاف في شمال المغرب، كنلقاوهم بزاف تما، وهذا بالأخص من مدينة طنجة. وكيف ما كتعرفوهم كتشوفوهم كيحملوا أصلا زخارف اللي هي عبارة عن حلزونات. إذا نبدأ بطريقة رسم هذا القفص. أول حاجة كنديرو باش أننا نحافظو على النسب الصحيحة في الرسم، ناخدو إطار للرسم ديالنا، للشكل ديالنا، الجمال ديالنا. في هذه الحالة اللي هي القفص غنرسمو إطار عليه، وغادي نشوفو النسبة اللي غادي نلقاو ما بين الطول والعرض. طبعا طول العرض كناخذوا يعني اكبر عرض عندنا واكبر طول عندنا، يعني في هذه الحاله هذه كيف ما كتشوفوا يعني العرض هنايا هو اللي في الجهه اللي فيها الدائريه ديال القفص، وكذلك الطول. فغادي نشوفوا مثلا واش الطول كيساوي العرض، او الطول جوج المرات من العرض، او ثلاث مرات، او مره ونصف الى اخره. اذا في هذه الحاله ديالنا في الوضع اللي عندنا احنا غادي نلقاو ان الطول كيساوي مره ونصف من العرض. اذا هانتوما تشوفوا ملي كندير العمليه غتلقاو انني ملي كناخذ القلم اللي خديت يعني داك لا ميزور اللي خديت في العرض، من غادي نعاودها في الطول غنلقاها كتعاود مره ونصف تقريبا. اذا ما معناه، اذا من مثلا من غناخذ الورقه ديالي اللي غنرسم فيها، فاذا خديت مثلا في العرض 5 ديال السنتيم 10 سنتيم مثلا اللي هي اللي غنرسم، فاذا الطول ديالي غادي يكون 15 لانه مره ونصف. اذا خديت مثلا يعني نسبه اكبر مثلا اللي هي 15، فاذا الطول غادي يكون 15.75، فاذا هي 22.5 مثلا. فبهذه الطريقه كنحافظ على صحه النسب اللي ساجير دي بروبورسيون كوريكت، باش من كنعاود نرسم كيكون بشكل صحيح، ما غاديش يجيني عريض بزاف او طويل بزاف، او يعني غادي يجي طبعا الرسم مشوه. والحاجه الثانيه اللي هي محور التماثل، يعني خط التماثل ضروري اننا نرسمه كذلك لانه كيساعدنا بزاف في الرسم، لانه ملي كنرسموه بالاخص وكنبداو نرسمه على الجهتين كنقدروا اننا نتحققوا من الاخطاء اللي عندنا. اذا ما كانش فكنبقاو نرسمو في النهايه كنلقاو ان الرسم فيه شي حاجه اللي فيه شي عيب. اما خط التماثل فكيساعدنا بزاف باش انه يحدد لنا الاخطاء والنسب كذلك. فالنسبه او لي بروبورسيون فهي يعني مهمه جدا في الرسم. اذا هنا كذلك سناخذ بعض النقط اللي هي مهمه. مثلا عندنا هنايا المنطقه اللي غيبدا يدور فيها القفص، يعني الجهه الدائريه من القفص الفوقيه اللي كنشوفو، عندنا واحد النقطه اللي هي مهمه فيها كيبدا يدور، فهذيك النقطه كذلك نحاول اننا نحددوها تقريبا فين جات عندنا بالنسبه للطول مثلا ديال الاطار ديالنا. فتقريبا غادي نلقاو انها جات مثلا في الثلث، فاذا خديناها هي كذلك فهي غتساعدنا اننا عاوتاني من ناخذ داك النقطه اننا نرسمو بشكل صحيح. فمن بعد ما كنحددوا هاد النقط والنسب الصحيحه، يعني النقط المهمه كيف ما قلت في الرسم ديالنا اللي فيها غادي نبداو يعني الدوران ديال القفص، او يعني بعض الاماكن اللي هي كنشوفها مهمه في الرسم ديالي، فشنو كيجي من بعد؟ هنا ما يسمى بلو ديسان دوبسيرفاسيون، يعني الملاحظه، الرسم اللي فيه شده يعني الدقه والملاحظه. فنحط صوره قدامي ونحاول في هذا الوضع يعني في هذا يعني في هذه المرحله العفو انني نبدا نشوف يعني بدقه، ونحاول انني يعني داكشي اللي كنلاحظو وداكشي اللي كنشوفو نحاول انني نقلدو ونرسمو بنفس الطريقه يعني باكبر دقه ممكنه.
فيعني هنا ما كاينش واحد، ما غاديش نقول انه كاين واحد سر معين، اللي كيكون هو ان خاص تكون عندي شدة الملاحظة، وانني نحاول يعني ببطء ويعني وبشوية انني داكشي اللي غادي نشوفه عندي في الصورة نحاول انني نحطه، لان المرحلة الاولى هي اللي مهمة، اللي هي مرحلة انني نشوف فيها النسب صحيحة، نحط لي بروبورسيون كوريكتومون، ونحط كذلك يعني لا كومبوزيسيون ديالي بشكل صحيح. فاللي كيجي من بعد فهو كيبقى مسألة وقت، مسألة تدريب، مسألة مهارة اللي كتجي مع الوقت، وكذلك انني نرسم يعني كيف قلت شوية ماشي بسرعة، ونحاول انني نلاحظ في الصورة شنو عندي، ونحاول انني نقلو يعني بأكبر شكل بطريقة اللي هي صحيحة. فإذا تبعت هذه المراحل فأكيد أن الرسم ديالي غادي يكون صحيح، وغادي يكون يعني أقرب للصورة يعني بشكل كبير جدا. بعد ما كنكمل طبعا القفص كنكمل رسم عصفور وزخارف كيف اللي شفنا في الفيديو السابق. فاللي ما شافش الفيديو السابق يقدر يرجع له، ففيه طريقة رسم العصفور وكذلك كيفاش خدمنا الزخرفة. وفي الفيديوهات كاينة سابقة عندي في القناة طريقة رسم العصفور وطريقة ديال رسم زخرفة بسيطة. وهاد الزخرفة اللي عندي في هاد الفيديو هي نفسها اللي كاينة في الفيديو السابق، لأنني بغيت نمشي كيف قلت بنفس يعني نمزج بنفس الزخارف اللي كاينة، يعني تكون عندي سلسلة كما قلت ديال لوحات متشابهة على نفس ستيل ولا نفس لوتام. فكنت عندي في القناة فيديوهات نس كنشرح فيها طريقة رسم العصفور وكذلك زخرفة بطريقة مبسطة، ممكن أنا كنت ترجعوا لها، وغادي نخليها لكم كذلك في لا ديسكريبسيون لتحت. ومن بعد غادي يبقى لنا اننا نلونو طبعا العصفور. فانا كيف قلت في المرة اللي فاتت في الفيديو السابق خليت المفتاح بشكل يعني بالابيض والاسود، يعني فقط بالقلم الرصاص بلا ديغراداسيون دو غري. وحتى بالنسبه للقفص نفس الشكل خليته بلا ديغراداسيون دو غري من غير داك النقط الحمراء اللي كاينه اصلا، اللي هو في الحقيقه يعني اللي في الحديد بالاحمر. وطبعا نفس اللون اللي كاين في عند العصفور الطوير يعني اللي في الفيديو السابق نفسه، غنخلي نفس الالوان غنحتفظ بها نفسها، وكذلك حتى بالنسبه للزخرفه. فكتبقى فقط هنا يعني الفكره انه يعني كان عنده مفتاح وصل دابا للقفص، فشنو غادي يكون النتائج، شنو انه شنو ممكن انه يختار، غادي يختار الحريه، لانه مهما كان يعني الفكره انه مهما كان هذا القفص وجميل ويعني وحتى مزخرف بالالوان الذهبيه، طبعا غتبقى الحريه طبعا هي اللي غادي يختارها من بعد اكيد. كذلك جميل جدا ومزخرف والقفص هو في اجمل حل، غيبقى الاختيار ديالو اكيد في اللوحه الثالثه انه غادي يبغي انه يختار الحريه ديالو. فبهذه الطريقه غادي نكون كملت الفيديو، نتمنى انه يكون عجبكم، تكون عجبتكم الفكره كذلك. واللي ما شافش الفيديو الاول نتمنى انه يشوفه، وينتظرنا كذلك في الفيديو المقبل ان شاء الله مع الفكره اللي غتكون الثالثه. واذا عندكم افكار خليوها لي في التعليق، شنو تبغيو تشوفوا ربما في اللوحه الثالثه، شنو هي الفكره اللي تبغيو تشوفوها. وشكرا جزيلا على حسن المتابعه ولا المشاهده، ودمتم في حفظ الله ورعايته، مع تحياتي الطيبه وسلام.